صباح الخير لكل مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تي في مباشرة من نواحي من زمان. في هذا الصباح أجواء باردة جو دائما صباح وجو بارد نهاية الأسبوع. أتمنى تكون نهاية أسبوع موفقة لكم جميعا إن شاء الله. الصورة أمام كل مشاهدي قناة شوف تي في. مباشرة من نواحي بن سليمان مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في. اذا ما بقى لي الا نودعكم مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تي في الى اللقاء. دمتم في رعاية الله بعد ما ارصدت لكم الاجواء كيف دايره نواحي بن سليمان وبالضبط من قلب البادية. الى اللقاء دمتم في رعاية الله.